بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القادر العظيم الجاع، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم إنك أنت الله. لا لا لا، الهدف الرابع ده صعب جدا. لا، الهدف الرابع ده صعب جدا، بيعدوه قدام على التلفزيون بتاع احمد عبد القادر. بقول لك ايه، صلي على الزين، لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. الاهلي شربات وميسي تاو عندنا يا بركات النهارده، يعني اداء فوق الرائع، فوق الجميل، فوق الممتاز من النادي الاهلي. لعب سريع جدا، مهاره فنيه عاليه، لمسه ولعبه، محاولات على الجون، بيقدم لنا النهارده ميسي تاو، او خلينا نسميه كجماهير النادي الاهلي ميسي تاو. مهاره فنيه عاليه غايبه بقالها سنوات طويله جدا 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 عن لاعبي النادي الاهلي، عن فريق النادي الاهلي، عن الدوري المصري. اصحاب المهاره الفنيه العاليه مرقص واعمل وزو، وايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ده مش ميسي تاو، ده ميسي تاو. منتهى الانسجام والتفاهم بينه وبين ميكاسوني وبين قفشه وبين السوليه وبين معلول وبين اكرم توفيق وبين دياند، منتهى الانسجام ومنتهى الاداء الجميل الممتع الغايب عن النادي الاهلي منذ فتره طويله جدا 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 جدا. ويجي البعض يقول لك الله عليك الله عليك، منتهى الجمال ومنتهى الرقي ومنتهى الحلاوه، اداء رائع جدا. واللي يخليك النهارده تقابل ميسي تاو يخش قلبك رقصته الجميله دي اللي فيها براءه وفيها حلاوه وفيها يعني ايه، يعني متعه كده، وش كده بريء، وتكي وتكي وتك، والرقصه دي، ويشاركوا ميكاسوني ويخش له علي معلول وديان. والنهارده الخمسه الاجانب اللي النادي الاهلي متعاقد معاهم بيشاركوا من بدايه المباراه، وكلهم في الملعب اداء سريع، لعب من لمسه واحده، لعب فيه فكر مميز جدا هشرحهولك، واشرح لك الدور الخفي اللي لعبه النهارده حمدي فتحي اللي ما كانش وسط ملعب، كان بيرجع لورا يقفل مع ايمن اشرف اللي بيمين على الشمال، وبدري بنون اللي بيمين على اليمين، وبيتقدم الطرفين الاثنين معلول واكرم توفيق، ومع مع مع الاطراف مع اللعيبه الوسط، وبيتقدم ديانج والسوليه. ومنتهى النهارده منتهى الجمال، منتهى الزياده العدديه في الثلث الاخير من ملعب الاسماعيلي، اللي النهارده اقدر اقول له ان الحمد لله ان النتيجه ما جاتش اكتر من اربعه، مع ان النهارده النادي الاسماعيلي كان مرشح لتكرار الدخول نادي السته مره اخرى بعدما فاز الاهلي عليه من قبل بالسته في الاسماعيليه. ده انا لبست يا راجل، قلت تعاطفك وحده مش كفايه، قلت بلاش البس احمر النهارده، انا عارف ان الدنيا هتبقى صعبه، خلينا نتعاطف مع المانجا النهارده ويبقى الاداء حلو. لكن ثلاث اجوان في اقل من 15 دقيقه. اول حاجه بس هقول لك، بس اللي عمال يقول لك اوفسايد ده عيش يا ابني، روح اتعلم كوره، افهم كره الاول، شوف الدنيا بيحصل فيها ايه، شوف قانون الكره ايه. ممكن ابو المعاد ذاكر اسطوره اليوتيوب بيقول لك الان تواصلت مع الحكم الدولي كابتن رضا البلتاجي في ضربه الجزاء، قال لي يا استاذ المعاد كل الناس بص على الايد، قلت له قال لي بص على الرجل، الراجل واخده من تحت، فضربه الجزاء سليم. طيب ايه تاني يا كابتن رضا؟ قال لي الجون اللي بيقولوا عليه تسلل، الجون ده الكوره سابقه المهاجم مش المهاجم اللي سابق الكوره. قال لي هي هو ده الموضوع، المهاجم اللي بيستلم وسابق واقرب للجون، ولا الكوره الاقرب؟ الكوره الاقرب. واللاعب اللي استلم اللي هو قفشه مستلم وهو مش فاضل تسلل، وبالتالي الكوره الاقرب يعني هو طالع من تحت ليها. فبالتالي قال لي ايضا الهدف ميسي تاو الثالث سليم 100%. اما الهدف الرابع ده هدف قليل ادب من الواد احمد عبد القادر. ما ينفعش يا ابني كده اول ما تيجي تنضم للنادي الاهلي وتخش في اول مباراه في الدوري وتدور جوه المكنه والمكنه تطلع قماش، تمسك باهر المحمدي ومروان الصحراوي يمين وشمال وبعدين تحطها. يا ابني عيب يا ابني، احترم سنهم. طب احترم ان هم باهر المحمدي ده في المنتخب الوطني وبيلعب مساك في المنتخب الوطني، والاربع اجوان هو ماضي عليه، او بالتحديد ثلاث اهداف. شوف الكره الجميله الممتعه اللي استلمها ميسي تاو وسجل منها الهدف الرائع، وهو عمال يخبر محمد كده وبعدين يرجع بيه كده وبعدين يقول له باهر اقف مره كده وموديه كده، مع انه حاططها من لمسه جميله جدا في الشباك. فبالتالي ويجي بقى كمان احمد عبد القادر يكمل عليه بهذه الاهداف الاربعه او بهذه الاهداف الثلاثه ودور باهر المحمدي فيها. النهارده اقدر اقول لك ان النادي الاهلي يتراجع
عن شراء باهر المحمدي ويتركه الى بيراميدز اللي داخل عليه بقوه كبيره جدا وبينافس النادي الاهلي. تنافس على ايه يا حبيبي؟ ده النهارده الاداء ممتع، الكره حلوه، كره برازيليه ممتعه، تلعب كره سريعه، تلعب كره منظمه، هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنتمناه. واقدر اقول لك الاهلي شكل تاني مع موسيماني، ده الشكل اللي احنا عاوزينه، اللي فيه كره سريعه، كره ممتعه، فيه كل الناس اللي في الملعب شغاله، كل واحد له دور، الكل منسجم في ادائه، في هارموني بين لاعبي الفريق. لكن تيجي انت تقول لي بقى لا يا عم، لا التشكيل اول ما انا شفته يا عم انت قاعد محمد شريف ليه؟ ده محمد شريف منسجم مع الفرقه. قال لي يا اوكرا ابو المعاطي منسجم ايه بس مع الفرقه ومش منسجم مع الفرقه؟ خليك بس مركز معايا لما تتفرج على الماتش. اتفرجت لقيت في انسجام تام بين بيرسي تاو وميكاسوني وقفشه كانهم بيلعبوا مع بعض من سنين، ومع عمرو السوليه ومع ديان ومع الطرفين اكرم توفيق ومع علي معلول. علي معلول ما تقدرش تقول عليه ان هو مدافع، لا، علي معلول النهارده جناح تاني، هو واكرم توفيق طالعين باستمرار، وحمدي فتحي راجع لورا قافل مع بدر بنون وايمن اشرف الملعب من ورا، والباقي كله يطلع لقدام، خلي كله يطلع سجلوا جوان في شباك النادي الاسماعيلي. ايوه يا حبيبي، ايوه يا روح قلبي، مباراة ولا اروع ولا اجمل. نتمنى ان يكون النادي الاهلي باستمرار بهذا المستوى. لو الاهلي ادى بهذا المستوى يا راجل، ده من لمسه واحده، مش حتى لا لمسه ولعبه، ده انت على طول وان تاتش وان تاتش وان تاتش، انت عاوز ايه اكتر من كده في نص ساعه؟ لكن يبدو ان السياسه اللي التي وضعها يورجن كلوب ومحمد صلاح بالرأفه من المنافس حينما رأفوا به مانشستر يونايتد بعد الخمسه، الاهلي بعد الثلاثه قال لك كفايه على الاسماعيلي كده، ده اولاد عمنا برضه، ده حبايبنا برضه، ما ينفعش ندوس عليهم اكتر من كده ولا نفرمهم اكتر من كده، لا لازم تهدى شويه، هديوا في الملعب في الشوط الاولاني. لكن لما موسيماني عمل الثلاث تغييرات الاخيره او الاربع تغييرات الاخيره، لما نزل حسام حسن وعبد القادر وحسين الشحات، قال لك لا مش ممكن بقى يبقى الثلاثه دول اللي خرجوا قفشه وميكاسوني وبيرسي ده ويسجلوا ثلاث اجوان واحنا نخرج من غير ما نسجل. فبالتالي عمل كره حلوه قوي 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 وجاب جول اقدر اقول عليه انه جول قليل الادب، يجب ان يحاسب عليه احمد عبد القادر بمكافاه ماليه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان لعيب لسه راجع لك، لسه راجع لك، شفته في الملعب وبيسجل وبكل ثقه وبينزل عمار حمدي ايضا. ميزه في هذه المباراه ان مستر بيتس موسيماني منح اللاعبين الافارقه الخمسه كانوا مشاركين اساسيه، ثم اشرك كل الناس اللي موجوده الصفقات الجديده، شارك بيرسي تاو، شارك ميكاسوني، شارك احمد عبد القادر، شارك عمار حمدي، شارك حسام حسن، الوحيد الذي لم يشارك هو كريم فؤاد لنظرا لوجود اكرم توفيق ومحمد هاني. لكن بالامانه يعني اداء فوق الروعه، اداء فوق الجمال. اقدر اقول لك ان النادي الاهلي لو ظل بهذا المستوى سوف يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ليه؟ كورته سريعه وممتعه. وبعدين اقدر اقول لك ان اهم حاجه في مباراه اليوم هو الالف مشجع اهلاوي اللي هو النهارده يحسسك انك انت الملعب فيه 100,000 مشجع، مش 1000 واحد، فيه 100,000 مشجع، صوتهم مستمر باستمرار. تحيه لرابطه الانديه اللي هي بدات في الموافقه على حضور الجماهير لمباريات الدوري الممتاز، النهارده الصوت ده بيشد اللعيبه في الملعب، حسسهم بقوه وعظمه جماهير النادي الاهلي في الملعب. فبالتالي فوز رائع جدا وانتصار كبير جدا حققه النادي الاهلي على الاسماعيلي. الاسماعيلي فرقه كبير، وكان بيتس موسيماني يقول لهم الفرقه دي اللي ضيعت مني الدوري، ياكلوا لهم 3 4. النهارده كان ده اللي بقول ان بيتس موسيماني لما بيكون مركز في قمه تركيزه بيؤدي اداء ممتع. النهارده ولا اداء ولا اروع، اروع من اللي كان قدام سان داونز في الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا، وافضل كمان من مكان امام كايزر تشيف من حيث السرعه ونقل الهجمه وتناقل الكره والتركيز في انهاء الهجمه. عندك ميسي تاو ده في منطقه ثانيه خالص، منطقه ثانيه خالص، بيرسي تاو ده سلمها له بس ومالكش دعوه بعد كده، هيمسك لك باهر المحمدي، مروان صحراوي، احمد عادل عبد المنعم، ده احمد عادل عبد المنعم ايه المصيبه السوداء اللي جات لي دي؟ ما يا ابني انت بتخف على حظ يا ابني، يا ابني حرام عليك يا ابني. فبالتالي بيرسي تاو اضاف قوه كبيره، ومساله الانسجام اللي بينه وبين ميكاسوني وبين قفشه وبين عمرو السوليه اللي بيعمل كرات طوليه في العمق في منتهى الجمال لبيرسي تاو، منتهى الروعه، منتهى الروعه، منتهى الروعه، مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده. النهارده لما شفت انا التشكيل وكده قلت فين يا جماعه، معقوله يقعد
محمد شريف هداف الدوري الممتاز وهداف النادي الاهلي، قالوا لي بس اصبر يا اونك شوف بيرسي تاو هيعمل لك ايه. تشكيل ضم علي باشا لطفي قدامه ايمن اشرف وبدري بنون، وكان اللاعب الخافي والمهم في افريق النادي الاهلي اليوم هو حمدي فتحي اللي كان بيرجع عند الاستحواذ على الكره وبيطير اكرم توفيق وعلي معلول على الاطراف وبيخش ميكاسوني و وافشل العمق وضغط هجومي وكثافة عددية رهيبة 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 لم يتحملها الدفاع الاصفر او الدفاع المنجاوي او الدفاع الاسماعيلاوي. شربوا ثلاث اهداف في منتهى منتهى السهولة الشهيدة جدا. ضرب الجزاء سجل منها علي معلول الهدف الاول في الدقيقة 19، ثم طولية اخرى كرة جميلة تانية في الدقيقة 22 من افشل بيرسي تاو، افشل عملها براس وبيرسي ده وقال لها تعالى مسك برضه ماهر محمد صعبان عليا باهر جدا 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 واد حبيبي قوي 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 مسكه يا عيني قام حاططه الجول الثاني. ثم كان الهدف الثالث اللي وقف فيه الملعب انتظارا للفار والتشكيك في صحه الهدف وقاعده قاعده قاعده بقولها لك، طالما الكره سابقه المهاجم خلاص، فاللي لعب الكره مش متسلل والكره سابقه المهاجم، والمهاجم لم يكن في وضع متسلل، فبالتالي الكرة سابقة، مين الأقرب إلى خط المرمى؟ الكرة ولا اللاعب؟ وبالتالي الهدف صحيح 100%، وفقاً لخبراء التحكيم وزي ما قلت لك امبارح، ضربة الجزاء غير صحيح بتاعت الزمالك، طلع امبارح الحكم الدولي الكبير الكابتن سمير عثمان أكد ما ذكره أمك أبو معاذ زكي أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحر، اللي بيفهم كورة يقول له خلاص اللي بيقوله الراجل ده سليم 100%. كابتن سمير عثمان اكد نفس اللي انا قلته، وقلت برضه للامال ان الزمالك كان له ضربه جزاء في الدقيقه اظن 16 ولا 19 بتاعت احمد سيد زيزو، كان ممكن دي تتحسب لكن دي ما تتحسبش. الناس اللي بتفهم كوره من جماهير الزمالك بعتوا الاف الرسائل يا انكر ابو المعاطي كلامك صح 100% وانت راجل امين معانا وبتقول اللي يملي عليه ضميرك، بس بلاش تقول الحكم زبادي خلاط، قلت لهم خلاص خلوها الحكم فخفخينا. فكره الحكم زبادي خلاط لانه مش فاهم، وفكره ان حكام ابناء عاملين دي ما تنفعش في الدوري، ما ينفعش اجيب حسام عزب حجاج في ماتش مهم للزمالك اعطي انطباع للراي العام كله ان الدوري مازال فكره التوجيه انه للزمالك مازالت مستمره. يا ابني خد بالك ده دوري جديد مش دوري السنه اللي فاتت، دوري التوجيه خلاص خدوا نادي الزمالك بالاخطاء التحكيميه التي ظلمت النادي الاهلي في 13 نقطه ومنحت الزمالك نقاطا لا يستحقها، فبالتالي ركز بقى في الدوري الجديد، ركز في الموسم الجديد. الاداء النهارده روعه الروعه روعه الروعه. ثم كان الهدف الرابع لاحمد عبد القادر والشغل الجميل جدا والمهاره الفنيه العاليه. النهارده في مكاسب للنادي الاهلي، في مكاسب للنادي الاهلي، لازم اقول لك المكاسب اللي حققها النادي الاهلي من هذه المباراه.